داليا، مهمة صعبة وشاقة أمام رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي. بالفعل المشاورات هي بديهيا تنطلق منذ ساعات لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، لكن دعيني أتحدث عن سلسلة من الأخبار العاجلة وردت منذ قليل. مسؤول بارز في حركة النهضة تحدث لوسائل إعلام طالبا عدم الكشف عن هويته، قال بأنهم يحترمون قرار الرئيس أو بالأحرى يتمنون التوفيق لهشام المشيشي، وهذا ربما هو أول موقف معلن من حركة النهضة، لكن ليس هناك بيان رسمي حتى الآن حتى نكون أكثر دقة وموضوعية في نقل الأحداث. لكن سمعنا بأن اجتماعا مطولا عقد حتى ساعات فجر اليوم لقيادات بارزة بحركة النهضة لبحث الأمر حول تكليف الرئيس قيس سعيد لهشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة. وطبعا المشيشي هو من خارج القوائم الإسمية التي تقدمت بها كافة القوى والأحزاب السياسية، وهي مفاجأة فجرها الرئيس قيس سعيد في وجه السياسيين التونسيين وحتى تفاجأ بها المواطن التونسي في الشارع. أيضا حزب قلب تونس قال بأنه ليس لديه أي تحفظ على المشيشي. وفي خبر عاجل آخر منذ لحظات، قيادي بارز في حركة تحيا تونس التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد رحب بقرار الرئيس بتكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة. بالنسبة للتجاوب مع المشيشي، يبدو بأن هناك خطوات فنية. الرجل لم يمضي على تكليفه تقريبا 48 ساعة. بالتأكيد تعلمين داليا يحتاج ربما إلى تكوين فريق إعلامي، حتى نحن كصحفيين لم نتواصل حتى اللحظة مع فريق المشيشي، ولكن بكل الأحوال يبدو بأن الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في بدء المشاورات واتصالات المشيشي رسميا مع كافة الأحزاب والقوى السياسية التونسية. الحزب الدستوري الحر رحب كذلك بقرار الرئيس، لكنه لن يمنح الثقة لأي حكومة قادمة يكون فيها عنصر واحد. هذا شرط واضح على جاء على لسان عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ياسر، وبالتالي مع الترحيب على الأقل المبطن لغاية الآن لا يوجد موقف واضح من حركة النهضة. لكن هل يجوز ذلك؟ يعني هل يمكن أن تخرج حكومة لا تضم أي من عناصر حزب النهضة، ونعلم أنه كتلته، الكتلة التي تضمه هو وقلب تونس والكرامة، لها المقاعد الأكبر داخل البرلمان التونسي؟ بالفعل هذا مرتبط بعقلية وتفكير وتوجه رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، ونجاح المشاورات مع كافة الأطراف السياسية ربما بعد ذلك هو من يقرر خريطة تكوين وتجميع هذه الحكومة أو الحزام السياسي لهذه الحكومة إنجاز التعبير. منذ وقت وجيز تحدثنا مع عدد من الباحثين في الشأن السياسي الداخلي، قالوا بأنه من الممكن أن يشكل هشام المشيشي حكومة تجمع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وحزب قلب تونس، وربما دعم أيضا من الدستور الحر دون حركة النهضة، لكن ربما يكون الحزام السياسي لهذه الحكومة ضعيف. التحديات كبيرة، اجتماعية اقتصادية فضلا عن الأمنية، لكن هذا أيضا لا يمنع حديث عدد من المحللين بأن النهضة لن تسمح بذلك كونها تحصلت على المرتبة الأولى وهي تود وتصر على المشاركة في حكومة أسمتها حكومة سياسية. ناهيك أيضا عن سبب آخر وهو تخوف حركة النهضة وعدد من التيارات السياسية الموالية لها من التوجه لانتخابات برلمانية مبكرة في حال فشل المشيشي في مهمته بتشكيل الحكومة ونيل الثقة، فإن البلاد تتجه نحو انتخابات برلمانية وهذا ما يخشاه وهذا ما تخشاه الجميع. معظم القوى السياسية وعلى رأسها النهضة وتحديدا راشد الغدوش الذي يتزعم البرلمان ولديه جلسة لسحب الثقة منه يوم الخميس المقبل قبل العيد بيوم واحد فقط. إذن المهمة لن تكون أبدا بالسهلة كما ذكرت ياسر، سنبقى معك دائما طبعا في ضوء كل التطورات. من تونس ياسر دبابة، شكرا.